قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحب بالساعة، أهلا بأحلى متابعين. آخر سلسلة اللي هي كانت عندنا ساتسفاكتوري، وصلنا كنت أبغى 50 لايك على أول حلقة. شو رأيكم هاي السلسلة ندعمها 60 لايك؟ أنتم كفو وأنتم قدها. على فكرة ساتسفاكتوري وصلت قريب 60 لايك، 58 لايك، لهالسبب خليتها الحين 60 لايك. بنشوف لعبة شوي مبدأها غريب، أنا صوتي للحين رايح من الزكمة، لكن ما سجلت من كم من يوم وقلت لازم اسجل لكم. واللعبه هاي مبداها جديد بس ظريف شوي، حسيت لعبه جديده على فكره. اذا حد قال لي لعبه قديمه انا بزعل، كل لعبه العبها جديده لو تحسون الجرافيك مالها قديم، لكن تنزل اول باول فلازم نسويها. لمبر جاك كنت تسومل، شو ناخذ؟ خلينا ناخذ زراعه، دائما انا افضل الزراعه. ما هي مفروض ان هاللعبه نحن نوصل فيها لبعيد وايد. انزين القواعد، اوكي جود جود بونس فور ايتش نير باي مل، يعني لازم نحطي هاي المل اللي هو الرياح بلس 13 بلس 8. ما يستوي، انا لازم فوقها. ها شو بلس 13؟ خلنا نرصها في زاوية، احس حلو بيكون على البحر. نحطي مزارع، كيف نلف هذا؟ اوكي كان يوز ماوس ويل تو روتيت بلدنج، اوكي يعني هذا. او خلنا نلف الكاميرا شوي نشوف لنا، بنحطيه ورا المل على طول دايركت. بنحطي مزرعة، مزرعتين، خلينا نشوف يفتح لنا مباني. يقول أول ما توصل السكور مالك الرقم اللي تباه تعبي هذا الخط، تقدر تحطي مباني جديدة. هاي كانها تترس، يعني لازم نحطي عدل حسب النيب سكور عدل، وإلا اوكي راح يكون مش اوكي. بروينج باك، اوكي 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 انا بديت افهم مبدا اللعبه. ظريف جدا. هوب فيلد، وهذا بروري. الا نحطي هذا، هذا هنا بلس 5 بلس 5 ما يفرق، وهذا هذا بلس 3 الحين. فخلنا نرص هذيله، خلنا نشوف. يقول لازم نحط الناس ولا الاماكن، لحظة، واحد اثنين، بحطي هذا هنا. خلنا نشوف استوى 13، نايس. ايوه استوى مكانه، ابى ارصه قد ما اقدر. يعني هاي اللعبة كأنها تترس، لازم نقعد نعبيها قد ما نقدر. خلينا نحطي حقول، لحظة، اظن بتستوي وايد صعبة هاي اذا ما عبيت الفراغ عدل. انا ما كنت اعرف يعني موضوعها بالضبط. يعني هل نعطيه سكور زياده؟ اظني للحين ماشيين عدل. خلينا ناخذ سيتي باك. مدينه الحين عندنا، نايس. انا هذا كله لمبر باك ساحب عليه من الصبح، ما اعرف. في واحد خشب، في واحد زراعه، ونحن دمت زراعه، شيء زين. انزين سيتي سنتر، اوكي خلينا نحط سيتي سنتر. شو يسوي؟ يقول حطيت مواتير، نحط بيت، نحط مانشن. هذا مركز المدينة، خلنا نحط وجهه بالطريقة. مغطي وايد اذا كان هني. مغطي المنطقة كامل بعد، ومحطي كذا مكانه، بس احس احسن مكان هني لانه بيغطي مساحة طيبة. بنحطي هذا هني، هذا قصر. تعرفون تترس انتو صح؟ لا تقولوا لي ما تعرفون تترس، دخيلكم. اللعبة هاي مبدأ عجيب. لحظة خلنا نشوف، ما ظني راح تكون سلسلة طويلة اصلا. نحطي اربعة، هاي الطريقة احسها فنانة يعني. المدينة وايد حلوة. انزين بيت بيت، خلنا نحطي البيوت بالارواح. بنبدأ نبني يمين هذي القصور، بنبدأ نبني يسار. شو هاي نايس زائد شامان، شو الشامان يسوي؟ اوكي هذا محتاج ستاتس، لازم يكون بعيد عن السيتي سنتر هذا. لازم بعيد، الشامان ما يبي مدينة. بس البيت
ممكن نركبه هني سيتي سنتر. استوت صعبة الحين لان لحظة ها شو مكان بعيد اقدر ابني فيه. نايس اقدر افتك منه من شغلات ما باها يمكن ان هذا ينقص هذا. انا ما ابغى ينقص بلس 15 نقدر نحط هنا بعد بلس 15 على البحر نسوي هاي مدينتنا هالصوب اي شيء يبون الشمونز. هاي حصلنا شيء نحطه هنا. لحظة واحد هني قصر قصر قلنا بنركب القصور كله هنا صح طريقة هاي. سلام تصميم طبيعي هذا بحطيه هني اصغر. عجيب عجيب للحين ماشي اوكي بس احس يوم بتستوي زحمه بتلعوز. خلينا نحط صياد فيلد. اوكي خلينا نحط فيلدز هني قلنا بنحطيهن كلهن زين. وهذه شو هاي حصل بونس حق سيتي سنتر وربعه فشو بسوي بحطيه هني. اتمنى انه ما يخرب عليهم في المستقبل شامان لانه ياخذ من هناك ماينس ماينس 13 حق هذا. كل واحد يحب يعيش بروحه. خلينا نحط واحد هني فوق واخ كيف يروح البيت هذا مسكين والله. انزين البيت البيوت قلنا بنركبهن حاول قد ما اقدر وركب عدل هذا. والله احس انه غلطة ان شاء الله يجيني بيت يركب داخله ان شاء الله لان هذا اذا ما ركب بالطريقة هذا وين يغطي ما اقدر اشوفه الحين. بعد ما احطيه خلاص خلنا نضيف فونتن. هذا كله سيتي سنتر قاعد اشتغل الحين كله اشتغل بيت. ايوه اعطيك مرة في الوسط انت تحصل بونس سكور. بيت قلنا هني اذا ركب والله زين انه مكانه شوي البيوت تعبان. نايس لا ركب زين ركب بشكل ممتاز. بنمد لين هني وستي سنتر هني ماينس هني ماينس هني بس ما يركب هني. خلينا نحطي شوي تعمل مساحة الطريق اللي عندنا. والله نقدر نحط الشامانز في الاماكن البعيدة تصدقون بغض النظر عن كيف بيوصلون. نايس نايس عجيب. هذا الهوب فيلد اللي هو قلنا هني. لحظة بس اول شيء القصر قلنا رص القصور عند بعض نحطي هذا هني في البداية نحطي ايوه هذا انا خربت عليه في سالفة السنتر صح يركب هني نوعا ما كيوت ترى نوعا ما كيوت. انا طايف السكور الحين عندي يعني شبه ضمانة مستقبلية. هات هذا بعد في السيتي سنتر ياخذ احطها ولا خلنا احطها يوم اعبي هني ببدأ احاول احول شغلات ثانية ما اعرف اذا هي في مكان ثاني. نايس نقدر نحطي هني ما يخرب على اي حد تشوفه نوعا ما ما يخرب على اي حد اهم شيء ما يضرب الثاني في حدوده. انزين بيت بيوت بنحطيهن هني لين البحر قلنا سيتي سنتر سيتي سنتر والله هذا بيطفر بي انا اليوم. خلنا نحطي مكان مرصوص شوي اوكي حلو وايد 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 حلو. اشو نكست ايلاند ذس ترافيتو نكست ايلاند نقدر نتزاور الجزيره الجديده بس الحين ما نبي نسافر او انا ما ابغى اسافر ما واحد فيهم بلس 3 قلنا الشامونز ايوه بلس 0 بلس 0 ممكن هذا حق تخلص منهم بس الحين اذا بقدر بحصل منهم زايد اي شيء حق السكور بنحط لنا شيء شو رايكم؟ والله في اماكن حلوه حقهم ترى شوفوا هني مثلا نايس مكان وايد زين قصر عندنا هني مكان عبي تعال ما اقدر اعبيه اذا بخلي مكان ضعيف يمكن يجيني واحد بالعكس بنحط يستوي هني نايس عبيته
وايد 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 اوكي. خلينا ناخذ حدائق. حدائق انا تصورت بنفسي انها دايركت من شو؟ سيتي سنتر بالضبط. خلينا نحطي هاي واحد. والله ممكن نسوي شكل حلو اذا كنت مخطط. انا اشوفه انا هذا ممكن نجيبه بهالطريقة هاي، ونقدر نجيب اي هات عندنا في المستقبل. وين؟ اظن مش سيدي 100%، مش بالضرورة معلومتي صحيحة 100%. هذا مكان زين حقه مانشن. يركب داخل؟ لا ما يركب داخل. خلنا نحطيه هني. نبغى نركب هاوس. هاوس خلنا نحطيهم نوعا ما في ترتيب، بس هني عندي مساحة فاضية بعدها بستغلها. اوكي هم يعطون سكور اوكي، بس اذا ما زدنا السكور يعني حطينا 1-0 راح مثل عوز. خلينا نحط اللمبر باك نشوف شو سالفته. نبغى بارك. بارك حطي هني بارك. ما احسه مكان رومانسي، بس حاليا انا نوعا ما قاعد ارسم اكثر من اركبهم. لمبر جاك لازم فيلد. فيلد تعال فيلد، انت المكان نحن مخصص حق الفيلد. يا سلام تومل منجرة بلس زيرو بلس فور. من شو ياخذ بونس هذا؟ لمبر جاك اوكي. في تمثال هني لنا، خلنا نحطي هذا هني. بنحطي السومل عنده هني اظني. ايه فكرة ممتازة. شوف يركبون فيه. خلنا نلفه هذا. والله ركب، ما توقعت انه بيركب شيء هني. نايس نايس، حصلنا مكان حلو. بتصدقون؟ ما كفانا السكور. انا يبالنا سكور اعلى من اللي بناه. بس اوكي بشكل عام زين. بشكل عام زين. خلينا ندخل الجزيرة اللي بعدها. اوكي ليتس جو. نشوف في موضوع الجزيرة اللي بعدها بما ان عندنا سكور يخلينا نحن ننتقل. اوه يا الجزيرة مكبرها. اوه يا الجزيرة مكبرها. شوفوا. اوكي بريك اندستري اللي هو صناعة طوابيق، وفي عندنا لمبر جاك. خلينا نسوي البريك هني. هذا المكان. هسه المكان بيكون سكور عالي. زين. اوكي هذا ياخذ من الساند بيت وربعه. ما نقدر اني فوق ما بيكون اوكي. الساند بيت وين يركب؟ ما يركب هني، ما يركب توقعت لانه رمل. فخلونا نبني صناعة الرمل كله هني حق سكور عالي. لانه قال ياخذ من كل ساند بيت سكور زيادة. زين. خلنا نرتبهم بطريقة ان هالمرة اني بسكور عالي. خلنا نحطيهم بالطريقة هاي قدامه. نايس. خلنا نكمل على الميسن. هذا من شو ياخذ؟ اوكي بريك يارد ياخذ بونس من هذا بعد. ايه يعطيهم بونس. بس ما يركب هني على الرمل. لازم لازم يركب على الطين هذا. نايس والله انا اصلا افكر استغل المساحه مو بعارف كيف. هذا لازم يكون بعيد شوي اساس اني ما اخسر بونس. راح يسوي لي نوع من انواع المعاناه، بس ممكن ادبرها بطريقه. ايوه انه بالضبط احطيه مكان معين. انزين هذا يضرب بونس بعد. شوف كل حد الحين قاعد يضرب بونس من كل حد. سكور عالي. بنحط بريك. لازم بعد هذا مو مشكله حطيه هني. وبحاول ابني حولهم نفس الصناعه على اساس ازيد الانتاجيه. سيتي باك لمبر باك. انزين هل انا احط السيتي باك؟ هل السيتي اقدر ابني وسط هايل؟ لحظه هي والله فنان. اقدر احط المدينه هني. اوه عجيب.
عجيب 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 عجيب. اقدر ازيد ما مقوى سكوري فارمينج باكر وما حطيه. زين خلينا نحط المدينة اول شيء هنا. اوكي انا ورطت نفسي، مش ورطت نفسي لان هالمساحة اصلا ما اقدر احط غير من الربع هايل، فمش غلط ابدا اني استفيد من المساحة. فمثل ما تقولون هاي تعباية، معظمها صحيح لكن تعباية صحية نوعا ما، بعتبرها من الناس اللي يشتغلون هني. مو مشكلة، خلي الناس اللي هني نضرب بونس، خلي نعطي حق هذا بونس ثاني، هاي ياخذ بونس من الاثنين. ليش في حد معين حق هاي اللي حطي هاي اللي بينقصون ثلاثة؟ هذا موضوع صعب. بلس 6 زين، اذا احطيه هنا بلس 9 اوف اوف. طيب نحطيه هنا بعيد ولا ننقصنا سكور هناك. زين خلينا نحط المل مالنا. الشيء تعلمناه انه لازم نكون نوعا ما دقيقين في التركيب، لازم نعرف نستغل مكان عدل. فارمنج باك هنا الثالث، وخلنا نروح بروينج باك، اظني هذا كان يستفيد من الزراعة بعد. زين خلنا نحطي جنب الزراعة في مكان واحد، بحاول احط شغلات اللي تستفيد من بعض جنب بعض. 7 دايركت 12 هني 9 هذا بنحط. البيت ما يستفيد من هاي اي شيء، البريك يارد ما راح يستفيد من هاي اي شيء، فخلونا نحط البريك يارد هني لان بيستفيدوا من بعض. نقدر نسوي مجموعة هني، ونقدر نحط قصور عند صديقنا هذا. شكلها الوحيد البيت اللي بياخذ بونس، بس ايه البيت لان مدى اعلى، بيت لازم يكون قريب السيتي سنتر اكثر من سوري قصر يكون قريب السيتي سنتر اكثر من منو من البيت. بس اظني مو عن المشكلة لان فتحنا منو شيء جديد. خلنا نفتح الشامون، الشامون يكون الحين بعيد عن الناس. ميسن هذا اللي بينكبنا. هني عندنا مكان بلس 13 زاد هذا على طول. عندنا مانشن، مانشن بخلي عقب، انا بزيد هاي للحين. طريقة هاي بنحط الشامان. الشامان في الطبيعة يستوي جو حبيب والله. هلا ابوي الشامان هلا. انا الحين توهقت فيه القصر ترى، يعني عادي اعيد الجيم من اول وجديد ثبت القصر. ايه شكلي بعيد الجيم من اول وجديد. خسرنا الجيم. المهم شوفوا هاللعبة تكون يعني حلق ما ادري اذا بتكون حلقات صراحة، ما اعرف. انا حبيت اللعبة نوعا ما، هي نفس لعبة تترس فنانة. ابى رايكم فيها وخلوا لي كومنت تحت، نبى عليها لايكات. اذا شفت عليها دعم راح اكمل السلسله، اذا ما شفت عليها دعم راح اوعدكم اني اكملها ان شاء الله. بس المهم مشكورين. وين اخذت اللعبه؟ اظن على الستيم، بحط لكم الرابط مره واحده حق اللي يسال. في دائما حد يسال عن اللعبه وين اخذتها، فبحط لكم الرابط انا تحت ان شاء الله. اتمنى تكون اللعبه عجبتكم، ابى رايكم تحت في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.